يعني كده يا زاهر تيجي على الاخر وتبوظ الحكايه؟ وكلنا كنا معتمدين عليه. والله بقى انا عملت اللي عليا، لكن دي ست لا تنطاق ولا تتعاشر. انا اللي يجبرني على الغلب ده؟ لا 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 لا، شوفوا لها حد تاني يتجوزها. انت اتجننت يا زاهر؟ ده لو حد غريب يتجوزها قول على اموال الحاج برع السلام. حاول تاني يا زاهر، ده احنا ولايه ومالناش حيله. يا اخوانا افهموني، الله افهموني، دي عايزه تربطني من ايديا ورجليا، مش هعرف افلفظ. ولو واحده فيكوا فاكره ان هي تقدر تاخد من بسيمه دي مليمه احمر تبقوا اتجننتوا، دي تبيع اليهودي طقم اسنانه. يا حفيظ انا عارف الحاج برع بتاعكوا ده كان عايش معاها ازاي. يعني رايك نعمل ايه يا زاهر؟ نقعد حاطين ايدينا على خدودنا وخلاص؟ والله بقى اعملوا اللي تعملوه انتوا احرار، ولا اقول لكم اكنسوا عليها السيده. لكن انا حد الله ما بيني وما بينها، دي وليه يتفت لها بلاد. يا اختي انت عماله تاكلي لسه معاك يا اختي؟ ده فلوس ولا ايه بقى كده يا زاهر؟ ما كانش العشاء. طب وانا مالي؟ ما قاطعني انا ليه؟ إذا كانت بسيمة بقول لك إيه؟ ما تجيب ليه سيرتها أحسن أقوم أكسر القهوة على اللي فيها. الله الله الله، للدرجة دي أنت زعلان منها؟ دي ولاية ما عندهاش دم. هي فاكرة إيه يعني؟ كل الدنيا طمعانة في فلوسها. على إيه يعني؟ ده أنا ياما اترمى تحت رجليها كنوز. وبعدين بقى دي هانت كرامتي وجرحتني. والراجل منا إيه غير كرامة لا مؤاخذة؟ صدقني أنا قلت لها كلمتين ناشفين أوي. ولا يهمك. بكرة تقع في إيد راجل يدخل عليها بالحنجل والمنجل، ها يعرف يأدبها ويخلص ذنب ناس. الله 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 الله، وانت يرضيك كده برضو؟ ارضى ولا مرضاش؟ بقول لك ايه، سيبنا من السيره دي. الا اخبار المحل ايه؟ وانت بتسال يا عم بقى، في ست مهما كانت تخلي واحد يسيب شغله ويسيب اكل عيشه؟ بنتك قرفتني في الحياه. أنا عمري ما كنت أتخيل إن أعرض على واحدة الخير ده كله وتيجي تعمل فيا كده. سيبنا من السراج دلوقتي، أنا لايس في المحل لوحدي. قول لي بقى هتيجي إمتى عشان نشوف أرزاقنا؟ والله عم فرج الله، لولا غلاوتك عندي أنا لو كنت خدت بعضي ومشيت. لا فاكرة إيه يعني؟ هو أنا قليل؟ يا عم ما سيبنا من السيرة اللي بتعكرن دي، أنا هستناك في المحل. هتيجي بكرة؟ أوعى ما تجيش. وما تجيش ليه يعني؟ الله، هو أنا عامل عاملة ولا عامل عاملة؟ وبعدين لا عاشت ولا كانت الست اللي تنكد على زاهر السابق. خلاص انا فكرت له في مصيبه تشيله من هنا خالص. روح انت دلوقتي. واجب من برنامج؟ لا ابدا، لا شكر على واجب. المحل وصاحبة المحل تحت امر سيادتك. الا بقول ايه يا سعادة البيت، انا ليا خدمة صغنطوطة خالص عند حضرتك. في واحد شحات متسول من اللي بيلقحوا جتتهم على العالم. مش عارفة الظاهر يعني كده ان عقله ضارب يا سعادة البيت، واقف لي ليل ونهار على باب الكازينو بيضايق في الناس اللي طالع واللي خارج. طبعا حضرتك عارف يعني شكلها بيبقى وحش. يا ريت حضرتك تقدر تشوف له تصريفة، يبقى كتر خيرك. لا لا لا، انا خلاص مطمنة. يا ريت سيادتك بقى تبقى تجيب المدام، عندنا بروجرام حلو قوي من الاسبوع اللي جاي. السينما؟ لسه لسه، اصل انا بصور فيلم. لا طبعا لازم اعزم حضرتك الافتتاح. متشكره قوي 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 يا باشا، مع السلامه. فل يا بيه، فل يا هل، فل 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 يا هل. صافي يا باشا، فل 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 يا هاني، فل 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 يا هاني. الله يخليك، في حد الصبر؟ الله يخليك، يلا يلا يلا.
اسمك ايه يالا؟ انا سعاده الباشا زكي. زكي كناشه بيه. كناشه؟ وده اسمي ده يالا؟ يعني ايه كناشه؟ علمي علمك سعاده الباشا والله. تعالى بقى مش هتشوف لك شغلانه شريفه تعيش منها بدل الشحاته والبلطجه اللي انت عايش فيها دي؟ لا يا سعاده الباشا انا مش شحات. مش شحات؟ امال واقف ليل ونهار قدام الكازينو بتعمل ايه؟ لا مؤاخذه سعاده الباشا، مش الشحات ده بيبقى معاه فلوس، انا بقى اهو على الفيض الكريم زي ما سعادتك شايف كده. يبقى محدش عبرك النهارده واداك حسنه؟ لا يا سعاده الباشا، مفيش شحات معهوش فلوس، ده انتن شحات لو حضرتك مديت ايدك في جيوبه هتلاقيه معاه فلوس لا مؤاخذه يعني اكتر من الفلوس اللي مع حضرتك. لا مؤاخذه انا هتكلم بيه كل حاجه، بس لا مؤاخذه يعني انا صاحب كازينو الفونتانا وهو في الاصل بتاعي، وبعدين بقف قدام الزباين كده ببيع لهم فل ورد خدمه يعني. انت بقى هتسوق الهبل والجنان بقى. انت يالا صاحب الفونتانا؟ ايوه يا سعاده الباشا انا صاحب الكازينو، وبعدين انا جوز الست، مستعد اجيب لك القسيمه. قسيمه ايه؟ قسيمه الجواز يا سعاده البيه، ما انا جوز شوقيه، وبعدين لا مؤاخذه سعاده البيه انا لا شحات ولا بلطجي يا بيه، انا واقف قدام ممتلكاتي، واظن بقى ما فيش قانون يمنع اي حد يقف قدام ممتلكاته. انا هتكلم يا بيه بس ما حدش. وبعدين لا مؤاخذه يا بيه انا اصلي اتخبطت في نافوخي وكتبت لها الكازينو باسمها، انما هو في الاصل بتاعي. مال الهانم شكيات ليه؟ دي مش هانم يا سعاده البيه، دي مش هانم، دي وليه تعبانه يا بيه، جات لي حافيه وانا اللي خليتها هانم، وبعدين انا وقفت يا بيه جنبها واعمل ايه يا بيه؟ عضت الايد اللي اتمدت لها. بس لا مؤاخذه بقى سعاده الباشا انا مش هطلقها، مش هطلقها يا باشا. عارف ليه بقى؟ لان ما يصحش الحكومه تتدخل بيني وبين مراتي. ولا ايه راي سعادتك يا باشا؟ بقى بتبلغي عني يا واطي يا خسيسه وتروحي تقول لهم عليا شحات كده كده يا شوقية. اسمعوا يا رجالة، اسمعوا كلكم، الست دي مراتي أنا، والمحل ده بتاعي أنا، والست دي ضحكت عليا وخلتني أكتب المحل ده بيع وشراء. أنا هقتلك يا شوقية، هقتلك. سيبوني سيبوني، خليكوا شاهدين، عايزين أخدوني كل يوم من ده شوقية، كل يوم بيت شوية يا ابني طلقها واسترح بدلا من هذا الاذى الذي ينالك يوما بعد يوم. اطلقها؟ يابا خف ايدك شويه، اطلقها ازاي بس؟ لا انا حاسبها كده تهرف روحها لحد ما ترجع لي كل ممتلكاتي. المال سوف يدمرك، احمد الله على الستر والصحه. هو فين الستر ولا الصحه يابا؟ ما خلاص كل شيء راح. زكي كناشه بقى شحات ومريض كمان. الله يرحمك يا استاذ رضا، الراجل ده لو كان عايش كان زماني بقيت حاجه تانية قوي يابا، انما انا نحس ماليش في الطيب نصيب. من ده الذي يطرق بابي في هذا الوقت المتاخر؟ ازيك يا عم محمد، ابنك فين؟ يا ست شوقية راعي العيش والملح. ما تتحشرش بيني وبين جوزي. كويس قوي انك لسه فاكرة ان انا جوزك يا شوقية. عجبك الحالة اللي انت فيها دي يا زكي؟ ادينا هو جاي اكلمك بالعقل. خد دول، انا عارفة ان ظروفك وحشة. شيلي فلوسك يا شوقية، زكي كناشة ما بيقبلش احسن من حد. يا ساتر عليك وعلى غباوتك يا زكي، ما تاخد الفلوس بدل ما تدور في الشوارع تشحت وتدور بالفل. ما هو اسمع، انا مش هعتقك، اديني بقول لك اهو قدام ابوك، اذا ما طلقتنيش يا زكي مش هيحصل لك طيب، هخلص عليك ومحدش هيضربيك. عايزه تقتليني يا شوقيه؟ ايوه يا روح شوقيه. ما هو اسمع، انا استحملتك كتير قوي
وامور الجنان والهبل اللي انت بتعمله ده بقى مش عليا. عارف تاني مره تتهجم على الكازينو؟ والله ادفعك عمرك يا زكي الكلب. يا جماعه يا جماعه، سهلوا بالله وتراضوا بالحسنى. لا يابا مفيش تراضي غير اما ترجع لي كل ممتلكاتي. ممتلكاتك ايه يا قرع انت؟ ممتلكاتك قال ده صدق. بقول لك ايه، حط عقلك في راسك وطلق. لا يفتح الله شوية، حرفع عليك دعوة طلاق وحكسبها في جلستي. وانا هطلبك في بيت الطاعة وحمرماتك، وحروح اقول لكل الناس اللي انت عايزة تمشي ماشي بطال، وحفوت على كل الجرايد احكي لهم حكايتك من اول وانت حافية لحد ما انت دلوقتي اهو. ولو حكمولك بالطلاق هقتلك ومحدش هرحمك مني يا شوقية. شفت يا عم محمد؟ اديني جيت اهو لغاية عنده برجلية وهو برضو راكب دماغه. يا ابني يا ابني طلقها واسترح، دي وليه مناكفة. ما تحترم نفسك يا راجل انت، يا راجل يا كهنة يا كنافة. اتلم يا بنت يا شوقية، اتلم يا بنت، مكيش دعوة بابويا. طيب هنعتبر ان الكازينو بتاعك اوكي، تبيعهولي بكام؟ 1,000,000 جنيه. انت اتجننت رسمي الظاهر. 1,000,000 جنيه ده ايه بقى؟ الكازينو الكحيان اللي ورثته عن المرحومه اللي انا صلحته وطورته وخليته مكان محترم. انت بتحسبي الكباريه ده محترم؟ هو في كباريه محترمة شوقية؟ أو كوني فاكرة الزباين اللي بيجيلك دول هيحموكي؟ لا، محدش هيرحمك مني يا شوقية. يعني مفيش فايدة فيك يا زكي؟ لا مفيش فايدة يا شوقية. طيب ما تزعلش بقى من اللي هيحصل لك، انت الجاني على روحك. قولي يا زكي، تفتكر الحادثة متعمدة ولا قضاء وقدر؟ زي ما قلت لحضرتك يا باشا انها متعمدة. كانوا عايزين يخلصوا عليا. هما مين دول اللي عاوزين يخلصوا عليك؟ مراتي يا سعادة الباشا، هي كانت عايزة تخلص مني عشان انا مش عاوز اطلقها. انا بتهمها بمحاولة اختياري. اكتب الكلام ده عندك يا فندم. في حد شاف الحادثة يا زكي؟ لا، الشارع كان فاضي يا باشا، مفيش حد ماشي في الشارع خالص، ومفيهوش صريخ ابن ومين. الناس كلها كانت سهرانة وتسمع أغنية الست، وأنا ماشي في الشارع لوحدي. أبص لقيت عربية بتجري ورايا، كل ما أجري ألاقيها تجري ورايا. أخش شمال أخش يمين تجري ورايا، لحد ما اللي حصل حصل. طب قولي يا زكي، مفيش أي عداوات بينك وبين أي حد تاني غير مراتك؟ لا يا باشا، ست مراتي دي ست مفترية، هددتني يا باشا بالقتل، وقالت لي رسمي، قالت لي
انت جاني على روحك. بس مش معنى كده انها تبعت ناس يقتلوك. امال تبعت ناس يهزروا معايا يطبطبوا عليا؟ وافرض يا باشا الشوقية دي بتهزر، مين عمل فيا كده يا باشا؟ يا باشا ده انا كل يوم اروح جسمي كله يشلب دم. شوقية المفترية يا باشا، عايز الحكومة تاخد حقي تقف جنبي يا باشا، ولا انا عشان غلبان يعني دمي يروح حضر؟ يلا يا فايزة، يا فايزة شاهين يا فايزة عشان نلحق نكون اول ناس. حاضر انا مش عارفة احنا هنشيل الحاجات دي كلها ازاي، وكمان ايه لازمتها المصاريف دي كلها؟ مش كان بيتنا وعيالنا اولى؟ يا عبيطة يا عبيطة، جوز اختك خلاص اتحال على المعاش واكيد هيمسكوا حاجة كبيرة في البلد. ده انت بتفكر لبعيد قوي يا سعد الكامل، بس بقى يكون في علمك جوز اختي ده بقى ما بيخدمش حد خالص، ده راجل كشري كده وعمري ما شفته بيبتسم. احنا عايزينه يبتسم ليه؟ ما تخليه كشري، المهم يبص لنا بعين الرضا. يلا يلا الحق بقى عشان تلبس العيال ونلحق احنا نكون اول ناس هناك. يلا طيب. يلا بسرعه. سلمتوا كده مش هنقف. ما شاء الله ما شاء الله، الولد الخالق الناطق سياد، الشكل الشبه، ايوه خفه الظل، الذكاء، ايه ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. والله يا حرف افندي انا ما كنت عايز عيال ولا حاجه، كفايه قوي اللي عندي، وبعدين انا كبرت على الخلفه، لسه هرجع ادادي من اول وجديد ورب من اول وجديد. انما بنتك فريال بقى الحت، قلت وماله افرحها. ربنا يدي سعادتك الصحه يا سعاده الباشا ويكرمك ويرزقك بعيل واتنين، ده انت سعادتك كلك شباب وحيويه. الا بالنسبه يعني حضرتك سمعت ان انت مترشح لمنصب كبير يعني؟ والله هو في قدامي عده خيارات، هشوف انهي فيها الانسب لامكانياتي. حضرتك اي منصب يعني انت تشرفه، ده لسه قايل الكلام ده الحنف افندي. ما شاء الله يعني سعادتك متعدده المواهب وذكاء ولباقة، اللهم صل على النبي. الله يا فايزة المغات يا فايزة. على فكرة مديحة أختك جابت بنت زي القمر، سموها كريمة وبيدلعوها بيقولوا لها يا كوكي، وسامية في باريس عشان جوزها بيشتغل في سفارتنا هناك. عقبالك عقبالك يا عثمان، يبقى لك عيلة وولاد ونفرح بيك. ما حدش لعب عليه من يوم انت ما سبت البيت، يمكن مرة ولا اتنين مديحة، وبعد كده فضل صامت مستنيك لما ترجع. الحمد لله اني عشت لحد ما شفتك تاني يا ابني يا عثمان. عثمان انت لازم تفهم حاجة مهمة دلوقتي، الدنيا اتغيرت ما بقتش زي زمان يا ابني، عشان كده انت لازم تدور على شيء مفيد تعمله. شوف اخواتك البنات بسم الله ما شاء الله اتجوزوا احسن رجاله، قاعدين منورين في بيتهم مع اولادهم. دلوقتي انا عايز اطمن عليك انت يا ابني، قول لي انت بتفكر بالنسبه للمستقبل ازاي؟ مش عارف، مفيش حاجه في دماغي دلوقتي، انا عايز استريح خالص، وبعدين حكاية المستقبل دي أبقى أفكر فيها بعدين. أنت سامع بيقول إيه؟ بابا شايل لك فلوس عشان تعمل بيها المشروع اللي أنت عاوزه، بس لازم تفكر فيه كويس، ما بقاش في وقت للمغامرات. سامعني يا عثمان؟ ألو؟ ايوه هي النمره مظبوطه، انا وداد المكي. مين دمشق؟ ايوه انا معاكي مدموزيل. يا هلا بهالصوت الرائع،
مشتاق لك كتير يا وداد. شو الأخبار؟ صار لي أسبوع طالب المكالمة وهلا عم بستقبلها. الحمد لله إنك رضيتي علي. كنت خايف ما لقاكي. طمنيني على حالك، شلون صحتك؟ أنا كويسة يا مازن، بس أنت وحشني قوي. أنا حاولت أتصل بيك أكتر من مرة بس قالوا لي في السنترال إن الحكاية دي صعبة. لكن أنت خرجت من المعتقل إمتى؟ حبيبتي المعتقل هذا رحلة، الجماعة هدول الله لا يكسبهم متعودين يستضيفوني كل يوم والتاني. ما تشغلي بالك بهالشغلات، ديري بالك على حالك، تذكري إنك شايلة قلبي معك. وعيت ملي وترميه. ما تخافش على قلبك يا مازن، أنا صحيح مش عارفة أشوفك بس أنت معايا على طول. الشغل الشغل كويس، ومدحت مدحت بخير. بشوفه ساعات. مازن مازن من فضلك من فضلك اكتب لي جوابات، أنا محتاجة لك قوي يا مازن. ألو 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 مازن مازن. ألو 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 مدموزيل مدام، معقولة؟ وين الخط؟ وحياة الله حاولي تعودي الاتصال بالقاهرة يا ستي. يا خانم ما نهيت المكالمة، ما لحقت أبوح. الله يخرب بيوتكم، حتى انتو متأمرين على قصة حبي، الله لا يوفقكم. ايه اللي حصل؟ سمعك بزعاق في التليفون، في ايه؟ المكالمة اتقطعت يا رتيبة، مازن كان بيكلمني من دمشق وفجأة المكالمة اتقطعت. طب الحمد لله ان هو بخير، واخباره ايه؟ كويسة؟ ما لحقناش نتكلم. لا حول ولا قوة الا بالله، وهي المكالمات التليفونية دي تنفع؟ مش كان حقته كده يحط رجله في الطيارة ويجي يزورنا على طول؟ السفر ما بقاش سهل زي الاول يا رتيبة، محدش عارف بقى هنقدر نتقابل تاني امتى. يا دي النكد الازلي، يعني المكالمة نكدت عليك بدل ما تبسطك، يا ريتها ما كانت جت. بس اللي حسيت فجأة اني وحيدة ومحتاجة له، خسارة كل الحاجات الجميلة بديها من ايديا بمنتهى القسوة، كأني ما استحقش السعادة. لا حول ولا قوة الا بالله. لا ما تقوليش كده يا حبيبتي. طب ايه رأيك بقى انك انت محسودة؟ ايوه عين وصابتك. ايه بس على ايه؟ على جمالك وشبابك وشهرتك، وهو يعني الهم هيطول على طول. ابدا، ده بكره ولا بعده كده هتلاقيه سي الاستاذ مازن طابب عليكي راكب الطياره وجاي على هنا هو وسحب معاه المأذون. انت عارفاه بيحب المفاجآت. ايوه كده، اضحكي اضحكي يا حبيبتي، اضحكي كده وريني ابتسامتك الحلوه. ما تنكدش على روحك بالليل، عارفه لو نمتي متنكده يطلع لك كوابيس قد كده. يلا اضحكي. انت بتقوله ده، انت اكيد غلطان. بقى عثمان جمال اسماعيل على علاقه برقاصه وبيقضي كل وقته معاها. بابا لو عارف حاجه زي دي هيروح فيها. مديحه، عايزين نفكر بهدوء ونشوف هنعمل ايه. طبعا الكلام مع اخوكي مش هيجيب فايده. امال ايه هو اللي هيجيب فايده؟ الكلام معاها. مدحت بطل المثاليه اللي انت فيها دي. انت متخيل ان واحده زي شوقيه الرقاصه دي هيهمها الاعتبارات الانسانيه او ممكن تتكسف؟ امال هنعمل ايه يعني؟ نسيبه يضيع نفسه ويمرمط اسامينا في الوحي؟ اذا كان الحل انه يرجع السجن تاني فده سهل جدا وانا اقدر اعمله. ارجوك يا مدحت بلاش انفعال، عثمان ظروفه صعبه قوي، وكفايه ان هو قضى 10 سنين من عمره في السجن. مش هو اللي عمل في نفسه كده ولا احنا اللي ورطناه؟ اسمعي يا مديحه، انا مش هقعد طول عمري اصلح في اخطاء عثمان، قسما بالله العظيم لو ما اتعدل لا هرجعه السجن تاني. انت جاي تهددني في بيتي يا استاذ؟ اذا كنت انت مهم احنا مهمين قوي قوي. وبعدين ابنك ما هوش صغير ومحدش ضربه على ايده، هو اللي لازق فيا. اذا قدرتوا تحشوه تبقوا جدعان، لكن بقى تسيبوا الحمار وتتشطروا على البردعه لا. شوية
أنا بتكلم معاكي بالعقل. علاقتك بعثمان هتجر عليكي مشاكل أنت مش قدها. طب يا أخويا ما دام أنتوا دمكم حامي قوي كده، ما تدفعوا الفلوس اللي عليه، ده جر مني زيادة على 20,000 جنيه. ويا ترى كتب لك ورق بالمبالغ دي؟ هو بين الراجل وحبيبته في ورق يا أستاذ؟ طيب لو الموضوع موضوع فلوس مش هنختلف. لا هنختلف، عثمان بيحبني وانا بحبه موت وهنتجوز. وجوزك زكي كناشة اللي انت لسه على ذمته هتعملي معاه ايه؟ رافع عليه قضية وهكسبها. شوقية انا عايز اقولك على حاجة مهمة، زكي ممكن يبهدلك وممكن يجيب لك بدل الشاهد 100 شهادة ضدك، وانت عارفة بقى الست المتجوزة لما تعرف راجل غريب على جوزها بتبقى عقوبتها ايه؟ انا وعثمان بنحب بعض حب شريف يا استاذ، وبعدين زكي ده يخبط راسه في الحيطة. خويك عايز اقول لك انك بني ادمه غبيه، وغبائك ده هيوديك في 60 داهيه. انا طبعا غلطان ان انا ضيع وقتي مع واحده زيك. انت حرة. مش انت برضو راجل وعندك نخوه؟ افتكر كده ساعة البيه. خلاص يبقى تقدم بلاغ للنيابة، والنيابة تقتحم شقة شوقية وعثمان عندها، وبكده المدام تاخد 3 سنين سجن. ايوه مدحت بيه، بس لمؤاخذة يعني مش ده يبقى وحش في حقي؟ بذمتك انت بني ادم انت؟ بقى الست تبهدلك وتمسح بكرامتك الارض وتقولي وحشة في حقي؟ زكي دي الطريقة الوحيدة اللي ترد بيها اعتبارك. واسمع ما اقولك بقى، انت لازم تخلصني من الحكاية دي بسرعة، انا ما عنديش وقت اضيعه في حكاية قذرة زي دي. ايوه سعادة البي، بس يعني بعد اذن حضرتك، يعني بعد ما شوقية تتحبس عثمان بيه ده مش ممكن ينتن ويخيب ويلوف على واحدة تانية. ده مش شغلك، احنا هنتصرف. زكي انت شايف يعني ان احنا بنفتري على الست دي ولا ايه؟ بالعكس يا سعادة البيه، دي وليها تستاهل حش رقبتها، بس انا اللي جبان. يظهر اني اتعودت انداز بالرجلين، وكل ما تجيني فرصة فيها ابقى راجل. مش عارف ايه اللي بيخوفني. خلاص ما دمت شايف انك انت مش بتظلمها يبقى لازم تتصرف زي اي راجل بيرد اعتباره وكرامته. زكي دي فرصتك الاخيرة، ما تضيعهاش. زيادة شوية بس اعمل معروف، نازل على القضية، ما تدخلنيش السجن يا زكي، حرام عليك، ما تضيعش عمري هدر. زكي ما تنتقمش مني. ايوه يا زكي، ايه اقوالك؟ انا سعادة البيه بتنازل عن القضية دي، برضه ليا ما يهونش عليا بهدلها، لكن من النهارده حد الله ما بيني وما بينها، وإذا كانت ناوية تنفس كلامها وترجع أملاكي فأنا هطلقها وأعتقها لوجه الله. طول عمرك أكرم مني يا زكي، مش هسألك جميلك ده أبدا،
عايش خدام من تحت رجليك. ملوش لزوم الكلام ده، انا مش عايزك، كفايه كفايه بقى، انا عايز اعيش في امان. لا فلوس ولا البيت ولا حتى الكازينو هيخلوني بني آدم محترم. هفضل طول عمري زكي وكناشة، مش عارف اعمل ايه عشان اتولد من جديد. نسيت اقول لك حاجه مهمه قوي، انت طالق بالثلاثه. Thank you.